السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مصطفى. إزيكم؟ وحشتوني، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة، في تعليق جاني من أخت بعد ما شافت فيديو اللي هو فيديو إخراج البيضة المحشورة بالزيت والنفخ، طريقة سهلة وآمنة. الفيديو ده كنت نشرته من حوالي 7 شهور تقريبا، من يوم 22/5/2020. بتقول في التعليق إيه؟ بتقول ان هي شربت الحمامة زيت زيتون زي ما انا عملت قبل كده في اخراج البيضة المحشورة، والحمامة ماتت بالظبط زي ما بقول كده. تقول انا شربت الحمامة زيت زي ما انت قلت والحمامة ماتت فورا. الله يسامحك، كأنها بتقول يعني ايه، منك لله او يعني كده. طيب، هل يا جماعة، انا هسيب لكم بالمناسبة رابط الفيديو في صندوق الوصف او في وصف الفيديو تحت، اللي عايز يشوفه اللي هو الفيديو الاساسي اللي هو اخراج البيضة المحشورة، واحكموا بنفسكم على الطريقة. يا ريت بس اللي جربها يقول لنا. هي يبدو ان كان عندها الاخت، يمكن اسمها فاطمة على ما افتكر، ان هي كان عندها حمامة البيضة اتحشرت فيها، ويبدو ان هي اتأخرت عليها في اخراج البيضة، فجت في النهاية انها تسقيها زيت، معرفش او ايه السبب، فالحمامة ماتت في ايديها. انا مصدقها ان الحمامة ماتت في ايديها، لكن مش من الزيت يا اخت فاطمة. شوفي ايه السبب، يعني سنت زيت زيتون هو اللي هيموت الحمامة؟ يعني مش معقول يعني. وبرضو هوريكم انا برضو دلوقتي الحمامة اللي هي بقالها حوالي 7 شهور، والحمد لله دلوقتي بتبيض لوحدها، وهنقول برضو فيه ايه الاسباب اللي بتخلي ان الحمام ان هو يتحشر فيه البيضة بالشكل ده. بس يكفي هي بس تكون حطت زيت، ما يكونش حاجة تانية، يعني يكون سم او اي حاجة. هي ممكن برضو في سبب كمان، ان هي ممكن تكون ما سقتش زيت زيتون، تكون سقت سم او اي شيء تاني، او ممكن تكون البيضة اتكسرت بداخل الحمامة وعملت لها تسمم، وده اللي موت الحمامة، او انها سايبة الحمامة بتعاني من حشر البيضة لمدة طويلة جدا، بقالها مدة يعني، ولما قربت الحمامة تموت وساعة ما جت مسكتها حطت الزيت فماتت بالصدفة يعني، لان هي اتأخرت عليها، فكده كده الحمامة كانت بتموت، لكن مش زيت الزيتون او اي زيت يعني اللي هو موت الحمامة. طيب، احنا هنقول مع بعض كده بسرعة اسباب انحشار البيضة، اللي هو اول سبب استخدام الكركم والقرفة والجنزبيل بافراط، يعني اللي استخدمهم، في ناس بتستخدمهم كتير، يقول لك وقاية للحمام ورفع مناعة للحمام. لا، مش بكثرة يا جماعة، لان فيهم مواد قابضة، الثلاث حاجات دول الكركم والقرفة والجنزبيل، يبقى الافراط في دول ده سبب بيعمل انقباض للنتاية وبيخليها ما تعرفش تخرج البيضة. لو هتستخدمهم يبقى تستخدمهم زي ما قلت في الفيديو اللي قبل كده، لو هتستخدمهم يبقى استخدمهم يوم واحد في الشهر مرة واحدة بس، وبعدها تاني يوم تعطي خميرة يوم واحد برضو رفع مناعة، تمام، يبقى يوم واحد. والافضل انك تاتي كل صنف لوحده. يعني ازاي؟ يعني هتاتي يوم قرفة ويوم جنزبيل ويوم كركم، اي حاجة بالترتيب يعني. المهم ازاي بقى؟ كل 10 ايام تدي صنف، ما تعطيش ورا بعضه، خلي كل 10 ايام تاتي يوم واحد، ويوم كركم يوم قرفة يوم جنزبيل، كل 10 ايام 10 ايام كركم يوم، تاتي يوم وتفوت 10 ايام، تاتي يوم قرفة ويفوت 10 ايام وتاتي يوم جنزبيل. يبقى ده تاني سبب اللي هو بيعمل انقباض للحمامة وبيخلي البيضة تتحشر في الحمامة. السبب التاني حجم البيضة الكبير، ده برضو سبب تاني. طيب، ايه كمان سبب تالت؟ ملح الطعام، لو استخدمته برضو ما تستخدموش بافراط، ملح الطعام بيسبب برضو المشكلة دي، ان انت لو هتستخدم
ملح الطعام هتحط على الاكل يعني على كلفة الحمام، يبقى تحط معلقة صغيرة لان برضو ملح الطعام بيسبب انقباض. معلقة صغيرة على 5 كيلو اكل، شوف ازاي معلقة صغيرة على 5 كيلو من هي الكلفة بتاعت الحمام، ما تكترش. تغيير في درجة الحرارة المفاجئ برضو ده سبب، اللي هو ده سبب الرابع، تغيير درجة الحرارة المفاجئ ده بيعمل المشكلة دي برضو، لانه بيعمل خلل في التوازن الحيوي عند النتاية ويسبب مشكلة انحشار البيضة في حالة ارتفاع درجة الحرارة. طبعا احنا في الشتاء ما فيش المشكلة دي الحمد لله دلوقتي، لكن لو الجو الحر بقى، الحر جه فجأة يعني، الكلام ده انا كنت عامل الفيديو في شهر 5، فكان جه يوم حر بزيادة فحصلت المشكلة دي، او يمكن كان اسبوع حر بزيادة جه على فجأة كده من الجو البرد للجو الحر بزيادة، فده سبب مشكلة البيضة، حشر البيضة في الحمامة. طيب ده حله ايه؟ بنجيب كيس محلول معالجة الجفاف، ده لو جو حر يعني والحمام بيشرب ماء كتير وعمل المشكلة دي، كيس محلول معالجة الجفاف وبنحطه على لتر مية برضو لمدة يوم واحد. طيب في سبب خامس كمان اللي هو الامراض الفطرية اللي بتظهر في حلق الحمامة او على الجهاز التناسلي. علامتها ايه؟ هتعرفها ازاي؟ هتلاقي الحمامة فيها خطوط بيضة بتظهر وقت نزول البيضة، هتحس ان في خطوط بيضة بتخرج كده والبيضة بتبيض، او لو قلبت فتحة المجمع هتلاقي الخطوط البيضة دي، ده دليل ان هي عندها التهاب فطري. في الحالة دي بتمنع عنها الاكل الخشن زي الفول والبسلة وتأكلها اكل ناعم بس. بتعالجها بايه؟ بمرهم فيوسيدين او اي مرهم مضاد حيوي، انك بتدهن فتحة المجمع بعد نزول البيضة وتحاول تدخل حتة مرهم كده بالداخل في داخل فتحة المجمع بعد نزول البيضة يعني، طبعا بتدخل بصبعك كده طبعا. واذا ما خرجتش البيضة كنا بنعمل بقى الطريقة اللي احنا عملناها، اللي هي بواحد سنتي زيت زيتون في الفم، ده اللي انا عملته بالظبط يا جماعة في الفيديو اللي قلنا لحضراتكم عليه، حطيت 1 سنتي في الفم. طبعا هسيب لكم رابط الفيديو زي ما قلت لك في صندوق الوصف اللي هو انا نفذت فيه الطريقه بالظبط، اللي عايز يشوفها بالظبط يشوفها واحكمهم اذا كان السنتي زيت الزيتون هو اللي موت الحمامه، اجيب لها حمامه بدلها من عندي او ادفع لها ثمنها، او اي زيت زي ما قلنا بتستخدمه. عملنا ايه؟ 1 سنتي في الفم وعملنا وسبناه لمده 2 دقيقة، وبعد كده حطينا 1 سنتي زيت زيتون في فتحة المجمع، بس حذار انك تكسر البيضة بالسرنجة، طبعا بتميل سن السرنجة كده على جنب علشان الزيت او السرنجة، سن السرنجة طبعا مش بالسن، بالسرنجة من بدون السن يعني، بعد ما نشيل السن طبعا بنعطي سواء في الفم او السنت اللي هو في فتحة المخرج بتاعة الحمامة، وبنسيب بين المرة والمرة 2 دقيقة، وبعد كده بنستخدم النفخ في الفم، بننفخ فم الحمامة كل 2 دقيقة 3 مرات، وبعد كده بنسيب الحمامة هي بتبيض لوحدها. وهوري لك دلوقتي الحمامة اللي انا كنت عامل فيها كده باضت، وما شاء الله هي من بعدها بتبيض لوحدها وبتطلع زغليل بسم الله ما شاء الله، وهنروح نشوف الحمامة دي مع بعض. لو شفنا كده دي الحمامة اللي هي انا كنت مخرج لها البيضة، طبعا اكيد خبرة الحمام كلهم لو شافوا الفيديو السابق هيشوفهم الحمامة وهيعرفوها، دي الحمامة اللي كانت البيضة محشورة فيها. وعلى فكرة يا جماعة الحمامة دي كانت رقبتها اتلوحت او جالها الروشة في الفترة اللي فاتت لما كنا بنعالج الحمام، بسم الله ما شاء الله رجعت تاني وبتبيض اهو، ونشوف طبعا فقست كمان زغليل اهو ما شاء الله، نشوف كمان تحتها اهو الزغلول فقس وفي زغلول لسه البيضة، بسم الله ما شاء الله الزغلول اهو. علشان بس هي الاخت اللي بتقول التعليق اللي يزعل، يا جماعة بلاش التعليقات، بلاش التعليقات اللي هي الجرحة دي، انا ما بعملش حاجة او اقل ما بجربها عندي على الحمام عندي، وده خير دليل اهي النتاية شغالة بسم الله ما شاء الله، والله بتبيض لوحدها وهي اللي مطلعة كمان زغلول اهو، وفي
لسه تحتها بيضة يعني، تحتها البطين اهو. طبعا هي الاخت بعد ما قالت التعليق وانا رديت عليها وربما اقتنعت بكلامي فهي حذفت التعليق، لكن انا برضو قريت التعليق وزعلت منه جدا. يعني انا هقول لك على حاجة او هقول للناس على حاجة تضرهم؟ لا والله مش هقول للناس على حاجة تضرهم الا اذا كنت انا مجربها عندي وبنفذها على الحمام عندي، وبعد كده ابدأ انشرها على الناس عشان الناس تعرف الفكرة تعملها. وفي ناس كتير بتعملها، ناس من الخبرة بتعمل الموضوع ده، انا مش مخترع الموضوع ده يعني. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.